الو اتفضل. الو، ايوه اتفضل. كيف الحال؟ الحمد لله والله بخير حال الحمد لله. اريد اثبت لك عصمة الأئمة، ممكن؟ لا عرف لي الاول ما هو الدليل قطعي الدلاله، يعني ايه ايه قطعيه الدلاله؟ حبيبي قطعي الدلالة انه هذه الآية، بس تعطيني مجال ورا ما اشرح لك. لا بس عرف لي الاول وبعدين مو خد 5 دقائق، تتشعب امام يعني الملك. عرفها لي الاول وبعدين خد 5 دقائق. اتفضل. ايه هسه اشرح لك حبيبي. قطعي الدلالة ان تكون الآية فيها كلمات تؤشر على انه من هؤلاء الاشخاص، كلمات تدل على من هؤلاء المقصود بهم. نرجع للاحاديث، نرجع للسنن، نرجع يا باشا لا، نستمر مين اللي قال بقراءة كده؟ الآية خاطر نعرف من هم لا أولي لا لا، الأمر تعريفك مش أو صحيح. من هم لا حضرتك من هم تعريفك أهل مش البيت. صحيح، تعريفك مش صحيح. هذا الدين. حضرتك هنديك فرصة تانية، نستنبط هنديك خاطر فرصة نعرف تانية إن أنت من تغش من هم بص يا كابتن، المقصودين بالآية. بص يا كابتن، هنديك فرصة تانية إن شاء الله تروح تغشها من جوجل وتيجي. يعني فرصة تانية، لسه إحنا لسه قدامنا وقت طويل، غشها من جوجل ودل. اكتب كده في الحاج جوجل ما معنى قطعي الدلالة، معنى قطعي الدلالة، وتعالى اقراها لي عشان ألزمك بالكلام اللي انت تقوله. حضرتك لف وارجع تاني ان شاء الله. الو ألو اتفضل. حبيبي، بس أريدك تعطيني مجال خاطر أشرح للأمة باشا الإسلامية باشا ما باشا شنو باشا دليلي باشا، على انت عصمة هتشرح الألم. للأمة الإسلامية وانت مش فاهم انت بتقول ايه؟ باشا ارجع للحاج جوجل اكتب كده معنى قطعي الدلالة، معنى قطع الدلالة، معنى ايه قطع الدلالة، معنى ايه قطع الدلالة. اكتب في جوجل كده معنى قطع الدلالة، واللي يطلع لك الناتج اللي يطلع لك ان شاء الله تعالى اقراه عليه، وبعد كده هديك 5 دقائق تخطب في الأمة، مش تشرح للأمة بس، تخطب للأمة. يا أحب الشيء اللي واثق من نفسه قوي، ولو قلت له اقرا لي الفاتحة مش هيعرف يقراها. ألو، قالوا اتفضل. أريد أثبت عصمة الأمة، ممكن؟ عرف لي ما معنى قطع الدلالة. ثاني، ألو، ايوه تسمعني؟ ايوه عرف لي ما معنى قطع الدلالة الاول. ثاني، حبيبي قطعية الدلالة ايوه على أنه يكون هذا الشيء موجود فيه تأشيرات من المقصود بهؤلاء تأشيرات يا ابني وياخد الأشخاص الذين فيهم تأشيرات. نكتمل التأشيرة بقراءة دي يا باشا. القرآن بص وسوف التأشيرة، تتضح بص لنا منهم. اعطيني مجال، ومن اسمعني بس، ثم نرجع إلى اسمها السنة إشارة مش النبوية، ومن تأشيرة ثم يا ابني. نعرف اسمعني من يا المقصود باشا، بالآية. اسمعني يخرب الآن شرح. يا باشا، اسمعني، ما اسمهاش تأشيرة، اسمها إشارة، اسمها إشارة. وطالما الرواية فيها إشارة ما تبقاش قطعية الدلالة، تبقى ظنية الدلالة. إشارة يبقى ظنية الدلالة، قطعية الدلالة اللي هي بتقول لك الحكم كده، إيه تعرف منه على طول، كلمات واضحة لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتاج إلى مؤول خارجي. التأشيرة دي بقى اللي أنت بتاخدها حضرتك وأنت مسافر في المطار، وأنت مسافر المطار بيدوك تأشيرة، تمام؟ ففي فرق ما بين التأشيرة والإشارة، تمام. حبيبي اشرح لك دليلي، اشرح لك دليلي، ومن ثم نشوف وانت عقب على دليلي. انت ليش ما تخليني اشرح لك دليلي من الاخير؟ الان يا اما تجعلني اشرح انا خايف منك يا ابني، انت منظرك حتى في الصوره كده يخوف والله، يعني انت منظرك حتى في الصوره بالكلسون اللي انت لابسه ده يخوف. وبعدين يا ابني الكلسون ده بيتلبس تحتيه بفوقيه حاجه، ما يعني واحد، ما فيش واحد بيتصور بكلسون عادي كله. يا عم. عيل صغير صور لي بكلسون النوم وجاي يا عم، ارحمنا المصريين يعرفوا يعني ايه كلسون. الله يستر، هيجي تاني. الو، الو ايه يلا راح ابدا اشرح لك. يا عم مصمم اعوذ تشرح؟ بالله من يا عم الشيطان اشرح يا عم، الرجيم. يمكن عندك بسم الله حاجه حلوه الرحمن والله، الرحيم. هريسه ولا حاجه ولا جاتوه. اتفضل. هسه تعطيني مجال لو لا؟ ترى هذا ما انت مفاتح لك بث غير تريد تستوجبه بالشيعه. ما يصير طف المكالمه وما تخلي الشيعه تعطيه مجال حتى يشرحوا لك. طيب ماشي، اديك مجال، المهم فاتح بث انت. اديك مجال ان شاء الله، ما فيش مشكله، اديك مجال. نعم نعم بس ابد ما تقاطعني. ان الان شاء في الله. هذه الايه القرانيه الكريمه، ايوه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم،
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا. في هذه الآية القرآنية الكريمة دل على أن نطيع الله ونطيع الرسول ونطيع أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر مقترنة مع طاعة الرسول. لكن نقرأ في الآية ونجد أن الرد لا 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 نرد إلى الله والرسول. إذن نكتمل في قراءة القرآن، لا نرد إلى الله والرسول ولا نرد واحدة عشان أنت غلط غلط ما اسمهاش لا نرد إلى الله والرسول بل نرد إلى الله والرسول. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآن أريد أن أفسر لك هذه الآية. خاطر الدور أن تتعقد صح لو لا؟ ثانية اسمع تفسير هذه الآية. اسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. هذه الآية إذا جاءهم أمر من الأمن أو أذاعوا به نمشغل كاسيت مش سامعين علق كاسيت شوية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا لا علي شويه من البدايه شغله من البدايه وعلي انا مش سامع حاجه حط قرب منه المايك ماذا قرب من الصوت المايك قرب المايك من الصوت مش سامعين ان شاء الله ان شاء الله ايوه بس بدل ما تقربه من بقك انت من فمك قربه من التسجيل اللي انت مشغله يلا ايه بينزل بينزل عن الوحي. وعلى فكرة تقريبا اللي بيقرأ كده ما بيعرفش يقرأ الآية من الأول من الأول يلا من هو الرسول اسمع من الأول من الأول ما سمعناش حاجة من الأول شغله من الأول اسمع يا أخي اعطينا مجال خلينا نبدأ من البداية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم من هم الذين جاءهم الأمر من الأمن أو الخوف من هم هؤلاء الذي جاءهم أمر من الأمن أو الخوف هؤلاء المؤمنون المسلمون ماشي ماشي أمر يعني أمر من الأمن أو الخوف الصوت واضح يا ابني مش سامعين يا حبيبي مثال يعني أتاني شخص أنا راح أشرحها لك في الدلع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف من هؤلاء الذين جاءهم الأمر هم المسلمون والمؤمنون أيوة أمر من الأمن أو الخوف هذا بس طني مجال هذا الأمر شنو هذا الأمر الذي جاءهم من الأمن أو الخوف هذا أمر ديني استنباطي عقائدي هزهم وخوفهم هذا الأمر يعتبر أذاعوا به شنو هذا الأمر الذي أذاعوا به وهزوا المسلمين والمؤمنين من أجله أذاعوا به وخوفوهم أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم من الرسول؟ الرسول هنا النبي محمد صلى الله عليه وآله أولي الأمر من؟ هم أولي الأمر الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام المعصومين واحدة ممكن أنا أسأل بقى سؤال هنا الذين يستنبطونه منهم معلش الاستنباط عائد إلى الذين أذاعوا بالخبر معلش ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني إذا مو فضل الله سبحانه وتعالى علينا لاتبعنا الشيطان إلا قليلا الآن ماذا تعقيبك تفضل طيب بص يا كابتن حضرتك بتقول إيه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم صح؟ صح كمل إيه؟ هي هاي الآية اللي حدثنا بس صح ولا غلط؟ منهم هنا كلمة منهم عائدة على من؟ كمل تعقيدك شنو؟ واحد منهم هنا عائدة على من؟
منهم الى اولي الامر. شوف اولي الامر منكم اولي الامر منهم. واحدة عشان تفهم بس نفسي. عشان تفهم واذا جاءهم من الذي جاءهم؟ انا حضرتك قلت المسلمون صح المسلمون الذين آمنوا صح؟ نعم المسلمون. وإذا المؤمنون. جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، اللي هم مين؟ المؤمنون أو المسلمون صح؟ حبيبي جاءهم المؤمنون والمسلمون أذاعوا به أذاعوا به خلاص تفضل. تمام. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هنا في ضمير، هنا في ضمير اللي هو الهاء والميم، دي عائدة، الهاء والميم عائدة على من؟ تعطيني مجال اجاوبك؟ ايوه عائدة على من؟ تفضل. الان منهم عائدة ومعطوفة على اولي الامر، ولكن منهم تعد اولى بي من نفسي هكذا. اولي الامر منكم. يا ابني. منهم قلت، هل هؤلاء منهم تبعيضية او لا؟ منهم هنا مش عائدة على اولي الامر. اذا تبعيضية هل طاعتهم منهم هنا عائدة؟ اسمعني بس اسمعني. حضرتك ممكن تفتح لي تفسير البرهان وتقرأ لي منه التفسير ده؟ التفسير ده ممكن؟ حبيبي أنا أفسر من ظاهر الآية كما أنتم تدعون. يا باشا اقرأ لي تفسير البرهان عندكم من كلام المعصومين. الآن ما طيب يبقى خلاص. اسمعني طالما طلعت أنت مفيش أبيض يبقى تسمعني. تمام. أولا الآية اللي أنت ذكرتها الأولى تنفي عصمة أولي الأمر اللي هي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قالش أولي الأمر. الآية دي طيب نزلت على مين؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد الآية تاني، يا أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وأولي الأمر جمع، وأولي الأمر جمع، صح كده؟ طيب مين اللي كان موجود بقى أولي الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش فيها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. طب أولي الأمر جمع، طب إزاي هي جمع وما فيش إلا علي بن أبي طالب؟ طب عند الاختلاف لماذا رد الكلام إلى الله والرسول ولم يردوا إيه؟ إلى أولي الأمر. دي يبقى إحنا خلصنا من الآية الأولى. الآية الثانية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي من هؤلاء الذين إيه أذاعوا الأمن، أذاعوا إيه الخوف، أو إذا جاءهم هذا الأمر أذاعوه. تمام. يبقى منهم إيه عائد على الذين آمنوا اللي حضرتك أنت قلت عليها، الذين آمنوا، أنت قلت من الذين آمنوا. طيب جميل. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى هنا احنا لو قلنا ان دول الائمة الاثنى عشر، فمنهم من يستطيع الاستنباط ومنهم من لا يستطيع الاستنباط، صحيح؟ فمن من المعصومين عندكم يستطيع الاستنباط ومن من المعصومين عندكم لا يستطيع الاستنباط؟ طيب الآية دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، والآية هنا ايه؟ أولي الامر جمع، وما فيش برضو ايضا الا علي بن ابي طالب، فانت حضرتك دخلت الاثنى عشر فيهم ازاي؟ الآية طبعا ليست قطعية الدلالة على عصمة الأئمة عندكم. يلا شوف غيرها يا باشا، تفضل. أجاوبك بس مو تقطع الاتصال من يلا غيرها لو سمحت. الآن أنت قلت أولي الأمر جمع، وفي وقت نزول الآية علي الإمام علي عليه السلام مفرد، أليس كذلك؟ هذا دليل. نعم. الآن هذه أنت هذا مو سؤال، مو دليل، يعني أصلا مو منطقي. الآن نزول هذه الآية تبين عصمة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام بعد النبي. من هم أولي الأمر بعد النبي؟ يعني هسه كمثال، يعني يأتينا انذكر في هذه الآية القرآنية يوم آخر الزمان، يعني هل نقول إحنا آخر الزمان ما مذكور يعني مو يم النبي محمد؟ فإن ذن ما نمشي بيه. لا يا حبيبي، اتقى الله عمي، أولي الأمر تبين هم المعصومون الذين بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي أنا موافقك على كده، موافقك. لو جه واحد قال لك، اسمعني بس، لو جه واحد قال لك أن الصديق والفاروق معصومون، اسمعني، معصومون بهذه الآية، إزاي تثبت أن هم مش معصومين بهذه الآية؟ يعني لو جيت أنا قلت لك دلوقتي
أبو بكر وعمر مضمونين في هذه الآية، يعني من مضامين هذه الآية أبو بكر وعمر. السنة النبوية. الآن الآن بس جاوب، بس طيني مجال خل أجاوبك على نقاطي. يا ابني يا ابني يا حبيبي. فهمت سؤالي؟ فهمت سؤالي؟ طيني مجال طيني مجال طيني مجال. فهمت أنت سؤالي؟ لو أنا قلت لك دلوقتي أن أبا بكر وعمر مشمولين بهذه الآية وأنهم معصومين أيضا، هتقول إيه؟ أجاوبك الآن بس طيني مجال خل أجاوبك إذا نيجي قاطك وارجع. تفضل. الآن النقطة النقطة الثانية، قلت منهم يعني أتوقع منهم الآن منهم، هل منهم تقصد تبعيضية أو بيانية؟ يعني هسه كمثال أنا أولي الأمر منكم أولى بي من نفسي، يعني أولى بك من نفسك، هكذا هل تكون هذه باعتبار تبعيضية أو بيانية؟ من أولي الأمر منكم أولي الأمر منهم هكذا، يعني أنت لا تجي تخلي أولي الأمر منهم هاي كلمة منهم تخليها تبعيضية، لا يا حبيبي بيانية هذه. هسه كم إذا راح أجاوبك إليها أنا وأنا قلت لك الأمر منكم أنت العلماء الذين يستنبطونه منهم. أنت بتقول هنا من دي بيانية، اسمعني بس، أنت بتقول هنا من هنا إيه بيانية وليس تبعيضية أم تبعيضية؟ منهم بيانية هذه، أولي الأمر منهم أولي الأمر يعني منكم طبيعية. طب إيه الفرق؟ معلش معلش دلوقتي معلش معلش حضرتك بما إنك راجل فاهم لغة عربية وقواعد لغة عربية، إزاي أفرق ما بين من للتبعيض ومن للبيان؟ يعني زي أفرقهم إزاي؟ القاعدة التي تفرق بين من التبعيض ومن البيان؟ أجاوبك؟ أيوة جاوب تفضل يا حبيبي. هي سياق الآية تبين هذه منهم بيانية، هي الجملة تبين انه هذه بيانية او تبعيضية. ايوه ما نعرفها ازاي معلش منكم. يعني انا دلوقتي لازم منهم يكون في قاعدة منهم. اسمعني بس بس عشان تبقى حبيبي حبيبي في لازم يكون في قاعدة لغوية عشان اعرف ان كانت من دي يعني للتبعيض ولا من للبيان. لا منهم البعض قاعدتهم مطلقة او لا؟ جاوبني يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. واحدة 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 واحدة. دلوقتي لابد ان يكون هناك قاعدة لكي نعلم منها هل المن دي للتبعيض او المن دي للبيان. هل في قاعده معروفه لدى العلماء بكده ولا اي كلام في اي حاجه؟ اني من ظاهر الايه امشي على انه هذه منهم بيانيه اولى بيك من نفسك يا عم. طب ماشي واحد واحد انا بص اختصرها لك افهمك بطريقه ثانيه افهمك بطريقه ثانيه افهمك. انت بتقول دلوقتي من دي من دي بيانيه ولا للتبعيض؟ يستنبطونه منهم للتبعيد ولا بيانية؟ أنا حسب نظريتي أوقف لا أوقف لي أوقف لا أنت لا تغير يا عم نظريتي وبطيئة. أنا باخدك على قد عقلك إن قبلك الحمار هودة أو عبيط هودة. بقول لك دلوقتي من دي من أنا إزاي أعرف إن كانت بيانية أو تبعيدية؟ يعني في قاعدة معينة أعرف إن كانت من دي للتبعيد ولا من للبيان؟ أنت الآن أنت الآن ماذا تقول في هذه منهم؟ لا أنا سيبك من إن أنا بقول أنا سيبك من إن أنا بقول أنا بقول هنا تبعيضية. أنت بتقول لا دي هنا بيانية. أنت هنا بتقول بيانية فأنا عايز أعرف إيه الفرق ما بين البيانية والتبعيضية. طب بص هجيبها لك تاني هجيبها لك بأسلوب تاني ماشي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من هنا تبعيضية ولا بيانية؟ أنا حسب توقعاتي بيانية. هنا الأولانية بيانية؟ حبيبي حبيبي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من هنا بيانية ولا تبعيضية؟ تعطيني مجال أجاوبك؟ ماشي بس انا ما اختصر جوابي بنعم او لا. واحده واحده معلش خلينا نختصر الجواب بنعم او لا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، من هنا بيانيه ولا تبعيضيه؟ بيانيه. جميل قوي، يبقى انت دخلت كل المهاجرين والانصار الجنه. شكرا ليك. روح يلا امشي يلا امشي يلا شخلك شخه والعب فيها يلا امشي امشي امشي. يعني كل الشيعة بتقول لك من هنا في السابقون الأولون من للتبعيض، يعني عارفين انت كل الشيعة يعني كل علماء الشيعة قال لك من للتبعيض، لأنهم لو قالوا من بيانية يبقى كل المهاجرين والأنصار في الجنة بنص الآية، يعني بنص الآية لو هي من بيانية يبقى كل المهاجرين والأنصار في الجنة،
فده الرجل الفز العلامة الجهبز، واخد لي بالك، قال لك دي من بيانية، من بيانية، مع ان علماء قال من للتبعيض يعني، فالله المستعان. فماشي، اي حاجة، اي محشي في اي حل، خلاص هو الشيء عنده حاجة.